بونتي قمة الحلويات، ليش الإعلانات حق بونتي تصير تلف الواتساب تلف السناب كل مكان نلقاها؟ لأن العروض اللي يقدمها عروض قوية وعروض حقيقية. طبعا راح تشمل الفرعين، الفرع هذا اللي بالدمام قمة الحلويات شارع الأمير نايف، بالإضافة إلى فرع سيهات اللي موجود بشارع الخليج. حبيبي نبدأ بالملكة. الملكة حبيبي هذه بكم تنباع؟ تنباع بخمسة ريال بستة ريال. هنا بونتي راح تأخذ الثلاث بكم؟ بعشر ريال وخمسة وتسعين هللة. سألوني طبعا عن منتجات القمر البقلاوة، موجود هنا بونتي، المواليد، التوزيعات، الناصفة، لوكو يا حبيبي، الويفر، تاخذ ثلاث علب بعشر ريال وخمسة وتسعين هللة. ننسى العرض القوي، العرض الناري، البونتي، الكتكات، الكندر، اللواكر، تشوفونه هذا كله بكم؟ راح تكون الحبة فقط وفقط بخمسة وسبعين هللة وشامل الضريبة. طبعا لك خمس حبات من كل نوع. عن هذه العروض اللي صورناها راح تبدأ من بكرة تاريخ 5 شعبان، الحق أو ما تلحق. أولكر ساندويتش والكات كات الأولكر بكم يا جماعة هذا؟ بثمانية ريال وخمسة وتسعين هللة. الأولكر البسكريم بكم؟ بخمسطعش وخمسة وتسعين هللة، عملاق يا قمة الحلويات. المواليد، التوزيعات، الناصفة بكم يا حبيبي؟ الكوكيز بسبعة ريال وخمسة وتسعين هللة. حلاوة النظارات يا أخي هذا حبيناه وإحنا صغار وحبيناه وإحنا كبار يا أخي، لديد هذا بكم؟ بأربع ريال وخمسة وتسعين هللة، والله مرة مرة قوي السعر. سلام ريكو، الله تاريخ يا ريكو، بكم؟ بثمانية ريال وخمسة وتسعين هللة. وهذا بسكوت الميزان حق جلسة شاي مرة حلو بستة ريال وخمسة وتسعين هللة. هذا كيك السفن ديز جميع الأنواع بكم؟ بخمسة ريال وخمسة وتسعين هللة. بصراحة قمة الحلويات حق التوزيعات ما عليه كلام يا حبيبي. بسكوت ون داخله كم؟ أربعة وعشرين حبة بكم؟ ثمانية ريال وخمسة وتسعين هللة. بسكوت الموز عملاق قمة الحلويات بكم؟ ب 4 ريال و95 هللة. بسكوت شينكوز ب 8 ريال و95 هللة. بريك ابو نص بكم يا حبيبي؟ ب 8 ريال و95 هللة. صوص دوم جميع النكهات موجودة داخله كم؟ 25 حبة بكم؟ ب 4 ريال و95 هللة. هذا العرض الناري يا جماعة، ليز وتسالي ونايس، بكم صدق او لا تصدق؟ ب 6 ريال و95 هللة. بطاطس العماني سلطة وصحار و60 بكم؟ ب 9 ريال و95 هللة. هذا المنتج البحريني القوي كريسبو وبيفكو بكم؟ بسبعة ريال وخمسة وتسعين هللة. عروض قوية لسناكي جميع النكهات بكم؟ بأربعة ريال وخمسة وتسعين هللة. أهلا ومو مرحبا واحدة، مرحبتين بكم؟ بسبعة ريال وخمسة وتسعين هللة. أذكركم أن هذه العروض القوية راح تبدأ من بكرة 5 شعبان وتشمل فرع الدمام وفرع سيهات. بحط لكم الآن باقي العروض، اعملوا لها كابتشر.